ويكون في دوام واستمرار واستقرار في الاسره. السكن الروحي. السكن الروحي. زوجه مثلا اصيبت بمرض. لو انا عندي سكن مادي فقط يبقى لا هعرفها ولا تعرفني. خلاص ما انتهى امرها. زوج اصيب بمرض. لو انا عندي العلاقه قائمه على السكن المادي فقط لا اعرفه ولا يعرفني. وهسيبه وخلاص وانتهت الامور. لكن ايه اللي بيخلي الزوج يصبر على زوجته؟ والزوجه تصبر على زوجها. السكن الروحي، المودة الرحمة اللي ربنا جعلها في القلوب، مودة والرحمة اللي ربنا جعلها في قلب كل منهما للآخر. لو ناخد مثلاً على ذلك لما وبعدها بيحصل مش حضرتك بتقول كل البيوت لا تعال البيت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة بيتناقشوا في أمر ويتحاوروا في أمر. النبي له وجهه نظر وراي والسيده عائشه له وجهه نظر وراي وكل واحد متمسك بالراي طب وبعدين شوف بقى شوف حبيبنا نبي ده رسول ومع زوجته فيقول لها طيب نجيب واحد يفصل بيننا ابو بكر يجيب سيدنا يجيب يجيب مثلا راي انا ولا رايك أه. نجيب ابو عبيده بن الجراح قالت لا لين هين ما ينفعش طيب نجيب عمر الخطاب؟ قالت لا شديد غليظ. طيب ايه رايك في ابيك؟ قالت نعم. فوافقت ان يجي سيدنا ابو بكر. جه سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي جالس سيدة عائشه جالسه. م. فشوف بقى شوف الاخلاق العاليه سيدنا النبي بيقول ايه؟ اقصصي يا عائشه يعني تكلمي انت. قالت له لا. اقصص انت يعني تكلم انت. لسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبدا في الكلام حصل كذا قالت كلام خطير وكبير. بتنبه بقى في الاول يعني مم. اتق الله ولا تقل الا حقا سيد ده بتقولها لمين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مش لاي انسان مم. فسيدنا ابو بكر لم يتحمل هذه الكلمه ازاي بنته او الزوجه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده فقام بدون جدال وحوار ونقاش وكلام ضربها على انفها سيدنا عائشه تقول فاحسست انه قد انفصل عن وجهي Yeah. الانف من الضربه مش كده وبس وقام شاف جريده قام راح على الجريده وعايز يضرب السيده عائشه رسول الله لا يقول الا حق فالسيده عائشه تحتمي بمين برسول الله بظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم <applause> وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما جئنا بك لهذا ما اتينا بك لهذا احنا مش جينا بك عشان تضرب طب لو خلي بقى تخيل لو موقف زي ده حصل في عصرنا الآن كان الزوج هيقول ايه؟ مش قلت لك؟ شفت؟ شفت بتعمل ايه؟ أي. شفت متكبرة ازاي؟ شفت متغطرسة ازاي؟ عشان اقول لكم ما بتصدقوني سيبوا يضربها. لكن سيدنا النبي يقول له لا ما اتينا بك لهذا. ما اتينا وبدا يهدي في مين؟ لحد ما سي... النبي صلى الله عليه وسلم اقسم عليه ان يخرج. اقسمت عليك بالله ان تخرج. مع عشان يفدي الموضوع بقى. خلاص سيدنا ابو بكر يسمع الكلام. لكن في البدايه ما اتينا ما جبناش عشان تضرب ما جبناش عشان تعمل كده احنا جايين آه لمهمه هدي الأمور. لم... لمهمه الراي ده آه. ولا الراي ده وترجح اي الرايين وناخد بيهم وتنتهي القضيه. فما فيش اقسم عليه بالله انه يخرج عشان يهدي الموقف. خرج سيدنا ابو بكر. فالسيد عائشه تقول فاخذت جانبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ بس بس أذنه يا عائشه تعالي. رفضت. قال لها ما انت كنت لازقه في ظهري من شويه ما انت كنت لازقه في من شويه فابتسم النبي فقامت اتحلت المشكله ليه لان في سكن روحي هنا في حب